الآب والابن والروح القدس إله واحد أمين. اليوم 21 من شهر أبيب المبارك أحسن الله انقضاؤه وعاد علينا وعليكم ونحن في هدوء واطمئنان مغفور الخطايا والآثام من قبل مراحم الرب يا أبائي وأخوتي أمين. في مثل هذا اليوم تعيد الكنيسة بتذكار القديسة الطاهرة العذراء مريم والدة مخلص العالم والملجأ العظيم والكنز الذي لا يفنى الشفيعة في جنس البشر شفاعتها المقدسة فلتكن معنا أمين. وفيه أيضا من سنة 147 للشهداء تنيه القديس سوسينيوس الخصي كان من رجال قصر الملك سوديسيوس الكبير وكان كثير الرحمة مملوء النعمة وحكمة. ولما اجتمع المجمع المسكون الثالث بأفسس لمحاكمة نسطور كان هذا القديس يقوم بخدمة القديس كيرولوس الكبير بابا الإسكندرية وباقي أعضاء المجمع من قبل الملك سوديسيوس واتفق أنه مرض في ذلك الحين فصلى القديس كيرولوس من أجله إلى الله فشفي وفرق كل ماله على الفقراء والمساكين ثم تنايح بسلام فصلى عليه القديس كيرولوس ودفنوه بإكرام جزيل. بركة صلواته فلتكن معنا ولربنا المجد دائما أبديا أمين.